القفشة سيس دي. يا ملك يا ليلى الحقوني. اشرب 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 يا حبيبتي اشرب. الحمد لله الف سلام عليك. هو ايه اللي حصل؟ سمعنا صوت تجرين عليكي لانكي واقعه هنا، فصحينا بابا وهو اللي انقذك. كنت نايم. ايوه انت كنت بتخوني يا عمر. ايه؟ ما تبطلي فطرة بقى يا شيخه. الله، مو الملك كان بتنيل نايم. انا مش عارفه مالي، دي سابع مره في نفس الشهر يجيلي تهيؤات. ام سوري يا عمر بجد. ولا يهمك حبيبي ولا يهمك، انا هفضل جنبك لحد ما اجيب اجلك، لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك وتخفي. انت تعبانه يا سلمى بجد، انا كنت اموت فيها. بعد الشر عليك. بس الظلم وحش يا سلمى، الظلم وحش. لا يا عمر خلاص، لا ما تقفرش يا عمر، وبعدين ما تنسى اعمل مصيبه في الفرح يعني. طب اشربيها بقى كله. على العموم انا اللي غلطان لان قاعد مع ناس عواجيز زيكم، انا خايف تعدوني يا عم. ده طبعا على اساس انك شاب مراهق مش كده؟ فاكر يا رشدي زمان قبل الزحمه كنت اضرب بعيني كده اشوف القلعه، اضرب بعيني كده اشوف الهرم، اضرب بعيني كده اشوف النيل. الله يا دكتور، الله يا دكتور، لو كنت تعبت سيكا يا دكتور كده وضربت عينك كده كنت شفت برج ايفل. ايوه يا شفيق، اخبار محمد ايه؟ سلام عليك. اقعد يا فالح، اقعد يا مجرسنا. ايه اللي هببته امبارح بالليل ده؟ يا خبر ابيض، خليتني انا ومراتك قاعدين في نص الليل. هو في حد يا ابني يعمل كده؟ مش انا عملت كده؟ يبقى فيه. يا سلام يا اخويا، وبعدين انا سمعتكم امبارح بالليل وانتوا بتناقشوا، بس انا ما رضيتش اتدخل، عارف ليه؟ علشان احنا ايه الظرف اللي انت فيه ده؟ لا يا اخويا، علشان هي عندها حق المره دي. عندها حق؟ دي وليه حقوده، اهي دي بقى وامثالها اللي بيقولوا عليهم اعداء النجاح. طب وطي صوتك بقى، علشان انا سمعت انها اشترت تليفون ب 8000 يورو عشان تتجسس عليك. عبيطه، لو كانت ادتني 2000 جنيه كنت اعترفت لها بكل حاجه. يا وانا كل اصحابي اتجوزوا وطلقوا في نفس السنه، واضح ان في مشكله كبيره في الجيل كله. ده الجيل بتاعك ده احلى جيل. طب ده انا واخد كتكوته صغننه كده من الجيل بتاعكم، اخر دندشه ومدلعاني اخر دلع. بس بقى يا شفيق، والله كده شوقتني للجواز. لا انت ما شفتش بقى المدام، ده المدام عليها حته تويست ملوش حل. يا انكل شفيق شوقتني للمدام. بابا. نعم. عاوز فلوس. فلوس ايه يا ابني اللي انت عايزها؟ يا ابني انت كبرت وبقيت زي الشحط، روح شوف لك شغلانه بدل ما انت عايش على فلوس ابوك يا اخي. الله. صدقتيني؟ صدقتيني لما قلت لك بقى انه اتجنن رسمي؟ هو في حد يعمل اللي عمله ده؟ يا بنتي ده هيجنني، ده بقى بيجيب لي تهيؤات. طب والله العظيم حرام عليكي يا سلمى، ده كان دمه خفيف قوي يا شيخه يوم الفرح. ما هو دمه خفيف على طول يا هبه، بس يا فرحتي. يا بنتي لازم تفهمي ان الحاجات اللي بتعجبك فيه وانتوا صحاب غير خالص الحاجات اللي انا محتاجاها منه وانا مراته. حلو ده؟ طب والله العظيم يا بنتي عمر بيحبك. انت ما شفتيش كان بعكسك ازاي يوم الفرح؟ ده انتي ظالمه يا شيخه. لا يا هبه، عمر ما بقاش يحبني، ده بقى بيقولها لي، بقى بيقول لي ما بحبكيش. انت اصلك ما شفتيش عمر ده كان بيعاملني ازاي زمان قبل ما نتجوز. حلو قوي، يبقى لازم نفكر له في طريقه تخليه يرجع يحبك ويعاملك زي زمان. صعب؟ لا مش صعب. بصي يا سلمى، مع احترامي ان هو جوزك وانتي عارفاه كويس، بس في كده حاجات مشتركه عند الرجاله كلها كلنا عارفينها، زي الغيره مثلا. الغيره بتحرك مشاعرهم، ده اساسي حتى لو كانت هدت. يبقى لازم نخليه يغير. يغير 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 يغير. ايوه ايوه حفظت خلاص. اوكي هعمل كل اللي قلتي لي عليه. لا ما تخافيش ما تخافيش، مش عك الدنيا وانا عبيطه. طيب بقول لك ايه،
اقفلي دلوقتي عشان شكله جه. ها باي. جوزي جه يا صلاح. صلاح صلاح اهو. انما ايه الحلاوه دي بقى؟ لا والله. اه والله. ايه القمر ده بس؟ بتتفرج على ايه؟ ده فيلم مراتي مدير عام، ده انا بحبه قوي بقاله كتير ما جاش. يا نهار اسمر. اسمر؟ اه. معقول العادي كده يا نهار اسمر؟ الناس كلها بتقول كده؟ ايوه يا عمر. ايه؟ على اساس ان احنا دلوقتي بنتفرج على فيلم ابيض واسمر؟ ايوه يا عمر. في ايه؟ انا ده روحي على متالي كده. والله بصي الموضوع ده في ناس كتير اختلفت عليه يعني، بس بعد الشياكه بالامر اللي انا شايفه ده هنمشيها اسمر وازرق بنفسجي. بقول لك ايه، صلاح بقاله فتره ما اتصلش، ما تيجي نتصل نتطمن. بس يا عمر يا بنت الحركات العبيطه دي قفش، انا مش لاقي عليك يا بنت يا بنت. صلاح بس يا عمر. ايه الهبل ده؟ ايه الهبل؟ كنت اقول لك اسمك. بقول لك يا حبيبي. ايه يا حبيبي؟ طبعا اللي عملته في الفرح ده كان تهريجه كده وعدت، لكن انت مش ناوي يعني تكمل في المهنه دي على طول مش كده؟ لا ناوي الحقيقه. بص يا سلمى حبيبتي، الغنى ده في دمي من زمان، من ايام ايه فاكره؟ من ايام يا برنسيس يا برنسيس، ولا هي زمان كانت حلوه ودلوقتي وحشه؟ يا حبيبي انت غاوي تعند معايا على حساب نفسك وخلاص. بص يا عمر بذمتك كده، في اب ينفع يبقى بيعمل العمايل دي قدام بناته؟ بلاش. ينفع يعني في يوم من الايام تروح تاخد بناتك من المدرسه باللبس اللي انت بتلبسه مؤخرا ده؟ الشغل مش عيب يا ستاني، وبعدين انا باكلها بعرق جبيني مش بعرق ابويا. يا سيدي انا ما عنديش فهم وحماره ما بفهمش. انا اسفه اني قلت لك الكلمه دي، مش هقولها لك تاني بقيه عمري، بس عشان خاطري يا عمر نقي اي شغلانه تانية يكون فيها برستيج عن كده وشغلانه تكون بتفهم فيها. سلمى انا قررت اغني شعبي كده تمام، وانا هشتغل رقاصه. والآن والآن مع صاروخ الرقص الشرقي المغري مع سمانة الجيل وكل جيل سلمى كلينكس. حلاوتها وهي ماشية بتدلع في الهوا، خمسين ستين سبعين ثمانين مليون شاب استوى. حلاوتها وهي ماشية بتدلع في الهوا، خمسين ستين سبعين ثمانين مليون شاب استوى. اسمر اسود. مالك يا حبيبي في ايه؟ شفت حلم قذر جدا. ايه؟ شفتك بترقصي وناس بتنقطك. ايه؟ طب وغيرت عليا يا حبيبي؟ الموضوع مش انت خالص، شفت نفسي واحد واطي جدا. والله يا عمر؟ والله. ماشي يا عمر.
ايه الرياضه ده كله؟ كمل لبسك يا روحي وحصلني. ابو اقول لك ايه، انا احتمال ابقى اخرج بالليل شويه عشان اشتري العيال كوره. كور شاطره يا مامي. يلا 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 دور شطوره. بقول لك يا سوسي. ايه يا روحي؟ لو سمعت كلامك وافترضنا ان الجاكيت ده بتاعي وانا خسيت شويه كده، هل ده معناه ان انا رجلي صغرت ودي مقاسي؟ ايه يا حبيبي؟ طب ما هو ده ستايلك طول عمرك، ايه الجديد يعني؟ ده ستايلي كده؟ ماشي اوكي. وانا اللي كنت شايل لك خبر حلو اقوله لك. ايه؟ انا صرفت نظر عن الغنى الشعبي بقى وكده. بجد يا عمر؟ عشان تعرف انا بحبك قد ايه، بس عقابا ليكي انا هخرج بالمنظر ده عشان الناس ياكلوا وشك بقى بقفاكي بقى بشعرك بالحاجات. طب انا مشوار صغير وراجع كده خارج انا والجزمه شويه. تعالى تعالى. طب ما تنساش ميعاد باباك. Somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day.